الحكومة بتواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية، وده من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية لتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء المزيد من المصانع في عدد من القطاعات الإنتاجية. تواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات، وذلك لتسريع الإجراءات واختصار الوقت تسهيلاً على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية. ووضعت شركة ميديا حجر الأساس لمصنع ميديا إلكتريك للأجهزة المنزلية في مدينة السادات ليكون ثالث مصنع لها في إفريقيا ومصر، بعد أن قامت الشركة بافتتاح خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني بمنطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي في منطقة السخنة المتكاملة. وفي نفس الوقت تسعى للحصول على الرخصة الذهبية حالياً وسط توسعات استثمارية. ويستهدف التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، خصوصاً وأن المصانع تقوم بالتصدير ولديها إنتاج قائم بالفعل. والرخصة الذهبية مفهومها هو الموافقة الواحدة وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017 والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية، فهي تعتبر موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلاً عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ومثل هذه الحوافز الصناعية من شأنها تشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. كما أنشأت الحكومة منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية من خلالها، وتضع الهيئة العامة للاستثمار اللمسات الأخيرة لإعلانها، حيث سيتمكن المستثمر من التقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعه، وسيقوم بكل الإجراءات من خلال المنصة. ومنذ إطلاق الرخصة الذهبية ارتفع إجمالي عدد الشركات الحاصل عليها إلى 24 شركة تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية. الحقيقة من أهم الحوافز الاستثمارية والصناعية هي فكرة الرخصة الذهبية اللي احنا شفناها في التقرير، رخصة واحدة جامعة يعني لكل خطوات إنشاء أي مصنع، بداية من تشغيل وإمداد المصنع بكافة المرافق وحتى فيما بعد التسويق. يعني فكرة مهمة جدا بتشجع عدد كبير جدا من المستثمرين، أعتقد يا جمانة مش بس داخليا وخارجيا كمان، اللي بره ممكن يجي يشتغل على طول. يعني طبعا لأنه بيقابله في دول كتير جدا تسهيلات كتير جدا، والخطوات نفسها بتكون أسهل بشكل كبير جدا، فلما بيجي هنا بيقابل ببيروقراطية وتعقيدات في الخطوات، بتبقى أكيد بكل يعني من أبرز العوائق اللي بتكون عندنا أمام فرص الاستثمار. لكن بهذه الرخص الذهبية أعتقد أن احنا يعني قطعنا شوط كبير، وطبعا هنشوف فرق في الفترة اللي جاية.